حسين صار سؤال يقول لدينا اختلاط واحتكاك مع البكرية ويستشكرون علينا دائما بأننا مشركون واستشهد بقصة عمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم فاستكبر أبى أن يسجد وذلك لاستشكاله على الله بأن هناك عدم حكمة من الله بأنه يسجد لهذا المخلوق وهو أفضل منه. فيقول هل البكرية يتعاملون معنا بمنطق إبليس بإشكالهم علينا بحب أهل البيت وتقديرهم وتقديسهم؟ فهل هو نفس منطق إبليس الذي استشكله على الله فهم يستشكلون علينا بحبنا لأهل البيت سلام الله عليه؟ نعم هم يتكلمون في منطق إبليس ويا ريت أقدر أطلع له الآن ما متأكد أنه أقدر في هذه المجالة أن أطلع له كلام لأحد علمائهم يعتبر إبليس سيد الموحدين لأنه الوحيد الذي رفض أن لا يسجد إلا لله. هذا موحد يعني إبليس كان وخابي عجل خوش وخابي كان ما يقبل أبدا يخلي وسيط بينه وبين الله ما يخلي وسيلة بينه وبين الله تعالى. قال له الله عز وجل أسجد لآدم ما قبل من آدم أنا أسجد لك إلك صحيح أنا موحد أما أسجد لبشر لمخلوق مثلي ليش أسجد؟ ليش أسجد لبشر؟ فأكو قول لطيف لأحد علمائهم هذا القول فيه أنه أنه إبليس سيد الموحدين. نعم القول ابن حجر العسقلاني يذكره في لسان الميزان الجزء الأول الصفحة 294 عن أبي الفتوح الغزالي الشافعي زين من علماء الشرافع أو الشافعية يقول إن إبليس سيد الموحدين من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق لأنه أمر أن يسجد لغير سيده فأبى. تعلموا من إبليس إمامكم إبليس